السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا، مرحبا بالجميع، ونتمنى من الله تعالى لكم قناة، نحاول دائما كنسعوا الجديد. القناة عندي عدة مواضيع رياضات، فكل مرة وحنا يعني حدث، نسأل الله التوفيق. المهم تحية إليكم إخواني، وتحية للوليدات ما شاء الله اليوم اللي يفرجونا ذاك النهار، ووعدتهم انني غنحاول ما استطعت انني نقدم الفيديو ونحطه بصوره مشرفه. برافو. كنا معاهم تما وبارونا تبارك الله، كان صايب لهم الفيديو برافو عليهم ما شاء الله. الوليدات انا كنحييهم وكنقول هذا ما شاء الله عليها الوليدات تبارك الله، تحاقروا هذا الزلمه حاجه يدير وكيف ما شاء الله. برافو برافو عليهم ليلى، برافو عليهم. وشي باش عجبوني وكنحييهم وقت اللي كاين بزاف عطلة، ما مشاوش لشي حاجة، اللي مشاو الماء كيتعلمو يعومو تبارك الله، حافظين الماء ماشي يعني ماشي عاد. ما شاء الله هذا صديق ديال هشام، واحد الوليد حتى هو تلاقينا به تما، وما شاء الله عليه هو كيعوم كيعوم. هذه واحد التصاويره زوينه. المهم الوليدات ما شاء الله عليهم، برافو عليهم اللي خرجوا بعدا وبداو تعلموا. ولكن يكون ديجا متمرن، ما يجيش ماشي يجي يتلاح من هنا، ما سالاش راهو ما عارفين هادشي، راه كاين شي وحدين كيجيو كيتفرجوا، راه كيتعلم في لابلاج وكيولي حافظ الماء، تكونوا مع الدراري دابا تبارك الله دو السباحه ما يدوزوش بعضياتهم ما شاء الله عليهم. ويجي الوليد يتعلم السباحه وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاين المواهب ما شاء الله، كاع المناطق اللي هي جات في جنب البحر كتكون سبحان الله فيها الوليدات تاعهم، ولكن القراصنه السلاويين حتى هما ما شاء الله مازال عندنا الجديد لكم ان شاء الله، مازال كاين فيديوهات زوينين ديال الاخ وليد السباح الماهر ما شاء الله عليه، حتى هو يعني من الطاقات ومن المواهب الضائعه في هذا الوطن الحبيب، ولكن ان شاء الله غادي يلقى الطريق ديالو. وليد هو ما شاء الله عليه السباحه السباحه السباحه، حتى وصل انه كنا درنا فيديو انه ربطنا له يديه ودخل تحت الماء ومشى، وكاين الناس اللي تفهموا وكاين الناس اللي كيسحبونا، احنا غامرنا بحياتنا احنا معنا سباحه كاينين معنا، راه كاين دابا الفيديو في القناه الى بغيتو تشوفوه،
معنا سباحة كاينين ما وراء التصوير، وفي نفس الوقت وليد ماشي أول مرة ما شاء الله عليه غادي يعني غادي تربطوا لي يديه وغادي يمشي تحت الماء. وليد سباح ما شاء الله، ديجا كي تي الماء كي يربطوا لي يديه ماشي من هو صغير، دابا راه كبر شوية، ما هو سباح ما شاء الله عليه. ومازال غادي نجيب لكم الجديد ديالو إن شاء الله، ونتمنوا من الله تنال الإعجاب ديالكم القناة ديالنا، ودعمونا ودعموا هاد الوليدة تحتهما، ومازال نزيدكم طاقات اخرين، مازال في ما نلقاو شي موهبات زوينين راح غنحاولوا نوصلهم لكم. ومدينه سلا ان شاء الله راه كلها غادي ناخذوا عليها، يعني نعطيو عليها مدينه سلا والرباط، نعطيو عليها المناطق الجميله ديالها في ما كان شي مكان، يعني غادي ندير واحد الجوله سياحيه وغادي نعرفكم بمدينه سلا ومدينه الرباط والاماكن القديمه جدا من ايام القراصنه، فين كانوا القراصنه والبلاصه فين باقي هذاك المذبح، فين كانوا كيشدوا اللي كيشدوهم يعني قطع الطرق، وفين كانوا كيحكموا عليهم بالاعدام. كاين هذا الشيء عندنا في المدينه، ومازال ان شاء الله غنصور لكم شي حوايج زوينين. ومدينه سياحيه وماشي احنا كيف كنسمعوا الاجرام كاين في العالم ماشي غير في مدينه سلا، ولكن الاجرام عنده مالي وعنده بلاصته، وحنا الحمد لله حنا كنعيشوا في مدينه سلا ما كيادينا حد، ما كنعادي وحد، ما حتى واحد ما كيتعرض السبيل ديالنا، عايشين مرتاحين، حتى الامان كاين. وهذا الشيء كنقولوا راه الناس سلاويين راه ما عارفين، والناس اللي عايشين في سلا راه عارفين هذا الشيء اللي كنقول، راه حقيقه ماشي. وما شاء الله اللي بغى يجي لسلا ولا الرباط، المهم مدينه راه سياحيه، خصوصا دابا زادت تزينات بهذا المسرح وبرج محمد السادس اللي هو ان شاء الله الرحمن الرحيم هو على وشك الانتهاء قريب، الاعمال ديالو تسالي، وحتى هو واحد المنارات زادت في المدينه ما شاء الله، يعني كتشوفها من كل جهه، مشيتي الرباط كيبان ليك، مشيتي للسلام، مشيتي للعياده، الواد الذهب كيبان ليك، مشيتي للقريه كيبان، يعني مشيتي للسنه الجديده كيبان، يعني برج ما شاء الله وعاطي واحد دارنا مناره، ومناره جميله. ونتمنوا من الله تعالى انكم ان نال يعني المحتوى ديالنا ينال الاعجاب ديالكم، وبالتوفيق للجميع، ومرحبا بكم دائما، وما تنساوش الاشتراك ورن وتفعيل الجرس، ومرحبا بكم ودعمكم، ما تقولوش دعم بسيط، لان واحد بواحد بواحد كنحاولوا نزيدوا حنا وما نوقفوش. وتحيه اليكم، وتحيه لجميع الاخوان اللي كيجي ويزوروا القناه ديالنا، واللي عاد جا، واللي ان شاء الله مازال غادي ربي يسخر، غادي يجيو ناس اخرين، وبوجودكم الطيب ان شاء الله غادي نرتقي وغادي نوصلوا لاحسن. وتحيه.